بسم الله الرحمن الرحيم. استعدادا للموسم الشتوي وبتوجيه من معالي السيد وزير الموارد المائيه المهندس عون دياب عبد الله وباشراف ومتابعه الدكتوره حنان حسين عبود، يواصل مركز الدراسات والتصاميم الهندسيه قسم الاشراف العام والفحوصات المختبريه في محافظه الانبار بالاشراف على جميع المشاريع المنفذه من قبل تشكيلات الوزاره في محافظه الانبار، ومن ضمنها مشروع استصلاح اراضي الرمادي المرحله الخامسه الجزء السادس العقد الثامن لسنه 2019 المنفذ من قبل شركة العراق، وتنفيذ مشاريع الري ومشروع إيصال التيار الكهربائي لمحطة ضخ الثرثار المنفذ من قبل شركة الفاو العامة مشاريع الري. وهذا ويذكر أن مركز الدراسات يقوم أن يقوم قسم الإشراف العام والفحوصات المختبرية في الأنبار بمتابعة مستمرة مع دائرة المهندس المقيم لسير العمل بشكل يومي والوقوف على جميع المشاكل والمعوقات وإيجاد الحلول المناسبة لها لرفع المقترحات التي تحتاج إلى تغيير في التصميم إلى مركز الدراسات والتصاميم الهندسية، ومن أجل استحصال الموافقات الأصولية. ويتواجد الكادر المختبر الحقلي بشكل يومي لإكمال الفحوصات المختبرية من النمذجة وفحص المقاومة الانضغاط والكثافة للمكعبات الخرسانية وفحص أكداس الرمل والحصى ونسب الحد فيها. المهندس محمد حمدي قسم الإشراف العام والفحوصات المختبرية في الأنبار.